بعد تشجيع الحكومة للموظفين قبل شهرين للعودة إلى مكاتبهم وأماكن عملهم، عادت الحكومة الآن لتقول أنه يجب العمل من المنزل إذا أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك العاملون في مجالات البناء والضيافة وبيع التجزئة، الأمر الذي دفع المعارضة لانتقاد رسائل الحكومة المختلفة التي وصفتها بالمحيرة. العائلات في بريطانيا اليوم تشعر بالقلق، فالعديد منهم يعيشون تحت ظروف الإغلاق المحلي في بعض المناطق، وآخرون يتخوفون من أن يلقوا نفس المصير، قلقون على وظائفهم وأحبابهم، قلقون بسبب أن الحكومة ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع الوضع الراهن. تارة تخبرهم بعدم وجود مانع للذهاب إلى عملهم، والآن تخبرهم بالعكس. نحن نحتاج إلى قيادة واضحة. كانت بريطانيا من ضمن أسوأ الدول الأوروبية خلال أشهر الربيع، حيث تخطى عدد الوفيات فيها أكثر من 40,000 حالة. وكانت الحكومة قد فرضت إغلاقاً عاماً لستة أسابيع، خففت بعدها القيود بعد استقرار الحالات مع بداية فصل الصيف. الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء تأتي في إطار محاولة حثيثة ليس فقط من أجل كبح جماح الموجة الثانية، ولكن أيضاً من أجل محاولة تجنب فرض حالة الإغلاق العام مرة أخرى لتفادي العواقب الاقتصادية المحتملة. حنان عبد الرازق، BBC، لندن.